الآن. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر 12 لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، وشدد الرئيس على دعم مصر لمفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها، مؤكدا أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة، وعلى نحو يحقق تلك الحقوق في مختلف المجالات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التي تتسم بها المجتمعات الأفريقية. رئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقال سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة، ووجه الرئيس ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر الجاري لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة. استقبل قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية البابوية بالعباسية وفدا من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا، وتحدث قداسة البابا خلال لقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن العلاقات الطيبة التي تجمعها بكل المصريين سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان، وكذلك مع فضيلة شيخ الأزهر وسائر الكنائس المسيحية في مصر وخارجها، وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد من الجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا لمصر. يشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبارمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع، والذي تنظمه أسقفية الشباب بمشاركة 40 دار نشر بالفترة من 5 نوفمبر حتى 22 الجاري بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ويشارك المركز بعدد من العناوين الجديدة من إصداراته للمتنيح مثلث رحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث وكتب أسئلة الشعب لقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني وعدد من كتب دكتور موريس تودروس وجميع أعداد مجلة مصر الحلوة التي يصدرها المركز، كما يوجد أحدث إصدارات المركز وهو كتاب تسلمت من أبي لمثلث رحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوية حول الفداء والتجسد، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لنياحته. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي، وذكر البنك المركزي في بيان أن الاحتياطي ارتفع بنحو 129 مليون دولار ليبلغ 45 مليار و246 دولار. أكدت القوات المسلحة العراقية وجود تعليمات صارمة بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين داعية المحتجين الشباب إلى تجنب العنف، وقال المتحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي اليوم أنه غير مسموح بقطع الجسور كونها ممر حيوي للسكان العراقيين، مؤكدا حق التظاهر السلمي بعيدا عن العنف. وطلبت القوات المسلحة من المتظاهرين عدم الاقتراب من القواعد العسكرية، مشيرة إلى أن حق التعبير مكفول لوسائل الإعلام شرط عدم التحريض، وأن هناك عدد قليل متورط بالعنف.